سكن كريم. مشاهدي نهاية الأسبوع، ابقوا معنا. أجيال جاية في مصر من حقها تعيش في أمان، لأن الفقر مش أكل وشرب بس، في مخاطر كتير بتواجهنا وبنحاربها، وفي الصعيد محتاجين نوصل للناس ونحس بيهم لأن ده حقهم علينا. مشاكل البيت كتير، ما قادرين حتى يجيبوا شكارة اسمنت، ولا عندنا ثلاجة ولا حاجة. ده يوم يشتغلوا 10 قاعد، يعني شغل طول يعني. المية عم يجيبها على راسه من آخر الدنيا من شارقة يعني. المية حمية نشربوا فيها، ولا عندنا ثلاجة ولا عندنا حاجات خالص. يعني المشاكل البيت فيه مشاكل كتيرة، مش قادرين نجيبوا له حاجة. أما يبقى نتلج في الشتاء يعني، تعبان حاجة يدخل علينا حاجة، أما نخافوا يعني. بقيت له حطنا مخرم، أيوة، في سرير ده من غير مرتبة، مش قادرين يعني يجيبوا له مرتبة. نفسي يعني ندخل العيال دول المدارس كيف العيال. الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشركاء كتير تانية هتوصل ل 26 قرية و 35 ألف أسرة كمرحلة أولى، عشان يصل الدعم المستحقي ويتنفذ المشروع على أرض الواقع ونشغل شباب القرى والمحافظات. من ساعة الجوز أنا عايش على كده، الجوز في الأوضة دي، أولادي بنموا جوه وأنا بنام على المصطبة دي. بفكر بقعد مع نفسي، عاوز أقول أبني بيتي، ما عملتش حاجة، نظري ضعيف وقلبي تعبني، ما بقدرش أشتغل، ما حدش راضي يشغل، يقول أنت تعبان. أنا ما عنديش حمام الصراحة، أكذب عليك ما عنديش. بابا بصير في الخالة برا، بملى من الجيران، بملى جيركن منور من الجيران برضه، لندا ومروحة بس. مستني القبض علي 20 جنيه للدكان جنب نشا وسكر، وبتداين من هنا ومن هنا لحد القبض. نفسيتي تعبانة بالمعيشة دي. من حق كل مواطن يعيش في مسكن آمن، وده بينص عليه الدستور، وعشان كده من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة هنوفر للأسر الأكثر فقراً خدمات للصرف الصحي ومية نظيفة وسقف يتحاموا فيه، عشان يبقى ليهم سكن آمن وكريم.